الفوسفات اللي كنا بنصدره الطن ب 20 جنيه ب 20 دولار، يعني بيدخل خزانه الدوله 20 دولار على كل طن بيتصدر من الفوسفات الخام الى الخارج سواء الهند او غيره، ونرجع نستورده اسمده متصنع ب 1000 دولار. ده خيبه كبيره جدا. قرار الرئيس ممنوع تصدير الفوسفات الخام، ممنوع تصدير اي حاجه خام، نصنع نتعلم مش عارفين نجيب ناس تعلمنا. في الاخر صنعنا الاسمده الفوسفاتيه وشفتوها قبل العيد في مجمع الفوسفات اللي موجود في العين السخنه، وتحقق الاكتفاء الذاتي من الاسمده الفوسفاتيه بعدما كنا بنستورد 100% منها وبنصدر بخيبه كبيره جدا الاسمده الفوسفات خام. ادي النموذج الثاني. النموذج الثالث الحديد والصلب، حديد التسليح. نفس القصه، شركات حديد التسليح تبدا تضارب وتعلي في الاسعار وبلا ضابط بلا رابط، لابد الدوله تعمل مخزون او رصيد استراتيجي. خليني اقول انه اللي حصل النهارده في مشروع الزراعه هو يماثل ويناظر ويكمل ما كنت اذكره في الاسمنت والفوسفات والحديد والصلب، وان شاء الله في صناعه الغزل والنسيج وباقي الصناعات. اذا الدوله المصريه بتستعيد مره اخرى زمام المبادرة، الدولة المصرية بتعيد مرة أخرى لنفسها ضربة البداية في كل الصناعات. كانت الدولة المصرية للأسف الشديد باعت وتخلصت، وحكومات ووزراء سمسروا في فترة ما، للأسف الشديد وصلنا إلى حالة يرثى لها، لكن الحمد لله إن ربنا سلم ورجعنا بسرعة خلال السنوات الخمس الماضية لإعادة أول حاجة هيبة الدولة، بقى عندي دولة. اتنين، اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة للبعض لكن في النهاية بتحقق أهداف استراتيجية.